شاد هو صاد قول ابعد يمزح. علمك الصدق يمزح تامر الحين ها؟ لا هو 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 ما يدري تامر بس علمك الصدق. المقلب اول ليل كنت سويناه في علب دان حلو. قوم قام علب دان ايش سوى؟ قام يعطيني زمزميه يعطي عبد العزيز زمزميه قال يلا تفاضخ حلو. قول تفاضخ هو عنه انه ايش؟ الرجال عنه مزح عرفت؟ تفاضخت بزمزميه وعقبه من خذ زمزمياتك واحد منا يوم مددها الثاني حلو عرفت؟ في يوم سعد ما شاف حين تزودناها فيكم علي قتل متعه جاب كل شيء وحيا الله الروشن جفاصل عرفت هو ما يبغى سبنا سب هو سب وسوى شواد ما يبيها ويش ياسمين صدق يطلع لك فراحت يوم شفتها فاصل قلت والله لا نسويها اليوم هلا جالسين نتكي هنا توني مصلي قاري القران معي من الله خير هذه 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 حكمه والله بين المؤمنين قاعد وجيت هنا لهنا جنون تناطط عاين يا ولدي ذلا يمزحون لا مجلس مكبوح ولا ثامر ثامر شعره واقف خلقه زين عصب وقف خلقه والله يعني لا يمديك كان تقترب من ثامر وقت الغضب لا تدري شو زين لا لاني اوذيك بكلماته بشعره كذا انا مت من الضحك ودفني هناك جتني الضحكه دفني عوره وخفت يا اخي انا ضحكت انا هو كم لقي وجهي يوم احمد ربك قبل شوي انك قلت كذا وانا علي السكينه والخشوع اليوم ولا والله العلي العظيم اني اتنرفز بسرعه انا اتنرفز بالذات ها بضير ها ريح هل كذا ربطك ترتسطي اليوم ماسك ما عندنا يعني قدام انا مطفر القبيله مطفره العائله مطفره نحتاج كذا نظامك عرفت راسي لان اصلح لما مليون ريال وبيحضر سامي يلجعوني اول من يطلبني سامي يلجعوني وبقفل القناه بعد نظامك تمشي على عليت كذا تمشي تمشي عليت شكوا على فلان شكوا على فلان يقول نظامك يعني انت مش عليت ما مش عليت الا اسلقها اللي انت وياها انا ما دخل ولا هو اللي قال انا ايش دخلني احسن يلا خليه ينبعك اللهم اني مددت يدي الى عبدك يا رب ولد والله انك مصلي انزل علي رحمه من السماء امسح بها وجهي لانني غضبان يا ربي غضبان من قير والله اني من قير بحاول الا ما يكون يوم مثل المره اليوم يوم مؤمن تنرفزوا بي سووا بي اللي تبوني لين اذان الفجر لا ما اذان صوت الفجر تنفس ناشدني بابي أفكرك أبشرك مفك مني الباند أنت كان عليك باند؟ كان باند ما كم يوم؟ ايوه حظه قوي على طول طق ثلاث أيام يومين وين؟ ست أيام باند مدلعي حق مدلع ست أيام يا ولد ست أيام حنا سبعة طيب نفسه أنا سبع أيام أجي أنا سبع أيام حولك وكيف ينفك اليوم؟ طلباتكم بث اليوم على وادي حنيفة ما نشد يطلل الجبل تبي نشتف؟ يطلل الجبل ما أبو قلت يا جماعه بتعطوني اسد ولا بحد يحسبني غالي عندهم والله ما اعطوني الا كلب قلت عادي كلب على كلب على كلب تستاهل عادي لو انكم اسود كان تكلم سالفه اسود لكنكم كلاب جبت سالفه الكلاب شي ما يخليها لازم ابو ضير دي ابو ضير حتى لو طلب رحمه الله في منه شيطان داخل شيطان صغنون ما ينحجر ذا صدق والله انتم على طول كذا اذا فضيتوا تهاوشون يا اخي لا لا والله المقلب نويناه في عيل لبنان وعلي خربها جاب لك كلمات تطلع فاصل علي علمهم اللي صار قبل ثلاث ايام خربت الشغله حلو اللي صار قبل ثلاث ايام يوم جانا ثامر جوي ذبح احترم على الباب ولد المش وقايم من الغرفه ذيك اسمع صراخكم شفت سعد. وليد قال فيديو قلت والله مقد بعيل سعد ما جا وليد سعد ما جا وليد الله يتخلى عنه هنا ثامر يدفع زود درها مزح قال ثامر ما حولك احد يا ثامر يعني يبقى لهم ثامر همزح ثامر الا شاده وليد اللي يقوله خلهم كبهم يتهاوشوا هو بس انا ودي ثامر راح اعلمهم وش صار قبل ثلاث ايام ولا لا اخر يومين وين اخر يومين يعني وجودكم على البث بمضاربات ومهاترات هنالك امهات يشغلون القران حاليا في البيت وفي اطفال يقولون نبي نتفرج ماما تكفي نبي نتفرج في علي هادي وعبد العزيز المغيري نبي نشوفهم حبايبنا والام تقارعهم بالقارعه والزلزله وانتم صحيت النايم وايقظ نايم وين نايم التلفزيون نايم نعم نايم عند التلفزيون واذا بام كاني ارى هنالك كم ام اغلقت الغاز واقبلت قالت يا اله تبارك ابنائي فاذا بهم علي هادي وعبد العزيز مغيري مقزرين على ثامر واذا بالاخت تمعط شعر اختها يقلدونكم فانتم قدوات الله حاجة تاثر بس انا ما تاثرت لا صح ما دي محكمة ما تأثرت ما دي محكمة أبي تضرب لا
شفت ابو ظهير نعم. انك تدعي الكلام نعم. الجميل جدا نعم يا ابو ظهير نعم. في النهايه قلت ما في محكمه تتراجع عن قراراتك. قل لي ماذا؟ قل لي ماذا؟ وهذا انت ابو ظهير. قل لي ماذا؟ الناس يشاهدونا. قل لي ماذا؟ في وحده جرج غرز اختها. ما ليس برش هنا. اسمع انت ثور. اسمع برش هنا جرج غرز اختها كذا تقول اه عليهم قدامنا يتهدون قدامنا ونسوي مثلهم. ثم قلت المحكمه صار المحكمه ما في محكمة خلاص كنت هادو. قل لي ماذا؟ قل لي ماذا؟ ما أريد. قل لي ماذا؟ ما أريد. لا أنت قلبت عراقي كذا. ما أريد. ما أريدك بعد. لأني أريد أنني أريد أمسكت علي حقك. أني أريد أبغير أنت وجاي أن يمحص الله الحق والباطل. ليه؟ قوموا تصافقوا فمن صفق أكثر كان الغلبة له. قم إنك من يبرين. أنت من وين؟ دوادمي ولا عفيف؟ يبرين عفيف والله ديربي. قم والحكم من المضة. من وين؟ المضة. المضة. مضة. شفت؟ النعم والله. لما تقول المضة ترى فيه ناس تابع المضة انتبه. لا لا طريق الرياض المضة. وش يعني وش؟ تبي تهاوش؟ يعني تبي انك كذا ها؟ تبي نقزرها على بعض انت يا اخي المضة من يوم اسست شخص يلا قلت يلا قوم تهاوش يلا. يلا ما فوق لكم على الروش عشان تسوون هوش يلا. لا تكفى ابو دقيقه انا اسالكم بالله في وجه شايبك وفي وجه شايبك ان تخلوني اقعد لان والله عظامي مكسره. طيب اجل لا تسوي فيها انك لا تسوي يعني وجه شايبك انت وياه هذه اللحظه ما يفك الا يفك ما يفك الا يفك بس خلاص اقول لك لا تسوي فيها زين. الحمد لله الذي من علي بالكلام الجميل حتى افتكوا من هذه الوجوه القبيحه قبحهم الله سرا وعلانيه وجعل الله وجوههم بيضاء يوم لا. بسم الله ايش فيك؟ انا قاعد اجيبك. الحمد لله ان 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 ان, إن وجهي بي طويل ويخليني اتراجع عن بعض الغلطات ولا كان افترست في شخص لن يسوى. انت احمد ربك انه بكره قد الحين ما هو بيشوف تلفزيون يبريد. اسمع لا قال خسئت وخذت. اسمع انك علي لست عليان. اسمع اسمع انك علي لست عليان. هل هذا من احتفلنا به؟ والله انه لا يخسر. الحمد لله الحمد لله ان ان ابو ظهير حطها في وجه الشايب اللي هو ابي لذلك لاني اتراجع عن قراراتي اني لم افترس شخص مثله وهو بعدين يروح المحكمه على المحكمه او انه يعني ربع اظافري لن يجي ربع اظافري لاني لو انطر يا حياتي اظافري يا من متى والرجل له اظافر؟ اظافر ليست الاظافر الا الانثى كيف ربع اظافري؟ هذه اسمها وش بك يا علي؟ وش اسمها؟ ايش اسمها؟ الحمد لله ربي اسمع فك اصبر 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 الانثى الانثى انت هو الصدق ترى انت هو الصدق لا ابو ظهير والله ما عاد امشي مقلب ما عاد امشي ما عاد امشي انا كنت هاوي صدق كنت هاوي صدق الحين كنت هاوي صدق ترى ما يفهم مصطلحاتها ولا معايير لذلك ابو ظهير المراه اخت الرجل سالك ولا اسمع لذلك المراه اخت الرجل هذا اللي طلع معك في يوم 28 الروشن المرأة أخت الرجل حلو لذلك الأظافر الأظافر تجد في الرجال وفي النساء نعم. وبعض النساء أخير من بعض الرجال ليس لها علاقة عرفت ليس لها علاقة لذلك الربط عندك كربط أرعب جايكم وصلوا اي والله صلوا وش غيام حطها في اي بالله صلوا يا رجال اللي ما صلوا يصلي وين مسجد صلي هنا في الغرفة خذك ركعتين ليلة 27 جبريل تدرون جبريل عليه السلام ما ينزل الا مره في السنه من بعد موت الرسول كل سنه ما ينزل الا مره بكره 27 الليله ليله 27 ينزل تدري ايش يسوي؟ يتفقد القران واللي يقرون القران بس يلا قوموا قوموا انتم خذ نصيبك من الدنيا لا انت لازم ابرر موقف اظافر موقف قهر قام يقرط اظافره يا ستيله يا ضعيف يا مهزوز الشخصيه يا مهزوز لا تحرك بك الكلمات ساكنا انا اعلم ان الكلمه تهد تهد جبال وتطفي انار ضعيف انت ضعيف إيه؟ انت ضعيف إيه؟ انت ضعيف ما قررت باضعف عندك ليه شوف هذا عن معاد عمري 7 سنين وانا اقرض اظافري تدري انها من علامات الوسوسه في علم النفس انك ما له شغل ما له شغل روح منا انا اجيك منه يلا كمل ما له شغل عادي لذلك اسكت يا علي انت اللي اسكت اسكت ما له حل لك لا اما الوسوسه ما وسوسه ولا ما ادري اذا وسوسه او لا هذا هو شغلك ولا بيك تعلمني متوتر لذلك انا شخص اني اكل اظافري من زمان اما اني قلت اجرب قدر يعني ها قدر تقول ربع اظافري تقول اظافرك اظافر المره تعقب لا ما قلت اظافرك اظافر المره انا لا ما اقول اظافرك اظافر المره الرجل بلا بلا انت تحرك ربع اظافري قلت ينبغي مصطلح ربع اظافري للرجال فان الاظافر زينتها للنساء انت رجل لا ينبغي ان يكون طيب لك الرجل اظافر ما له اظافر
الرجل ليس له ظفرا. وينه؟ انت هذا وشو؟ هذا وشو؟ وشو ذا؟ هذا ظفر لكن ربع ظفر. المراد به ايش؟ ها ربع الظفر. المراد به حلو. ايه وش؟ طويل. ايه قام قصقصه علاوي. حلو الحين انت قالب ضدي عبد العزيز. لا ما في احد ما في انا احكم بلحق. طيب احكم بلحق. هذا ايش سماه؟ ظفر. وين ربعه؟ ما في. كيف ما في؟ هذا وين ربعه؟ ما في ربع. تاكله خلاص دامك كذا تاكله ظفر. زخرف وجهك على فنيلتك منه. الربع وينه؟ هذا وش تسلمه ولا لا والله اوه لا الارنب لا والله ها ادري لا والله هذا طال عمرك شلون تجينا هذي وش يا مان والله من محبتي لك يا ابو ظهير قلت بتذكر ابو ظهير كل يوم وش غزال والله انا غزال صادي صيادي بمتنا والنبي اي ابو ظهير ادي منه ادي منه الذي ينقادي قيادي لا والله لا والله شايف تدقون علي يوم العيد ولا تسحبون علي غزال ها صدق احد يعايد علي منكم لا والله بدق عليك اقول ابو ظهير رماكديه بالله صدق والله نتكلم اي والله اقول ابو ظهير رماكديه حد يدق علي عايدني منكم انا انت شوف ارسل انت تدقون على اخوياك تدقون على اخوياكم ولا تدقون اي والله حتى على عمالكم خوالكم الرساله ما انا اخوياي والربع اللي حولي اللي ما اقدر اعيدهم في منطقتي ماني من النوع اللي يرسل كتابه لان دائما عندي قناعه شخصيه ان المكالمه والصوت شعوره اجمل بكثير انك تعايد عليه صوتك يكفيني بلا شوق اعطوني اعطوني يا اخي وين لك هو اللي ينقادي قيادي خلف العذارى طلع والله تاكل عبد المجيد عبد الله شوق عظيم جدا اعتك الله انتظرتك تقول اشتقت الى رسول الله يا صاحبي ولا بعتك صدق طرفتك لا يا هذه بها شخصا وبتصير بيني وبينك طرفتك لا تطرفني يا ابو ظهير يضحك ابشركم حلينا مشكله علي هادي صار يقرطش نبه بدل اظافره يا غبي بتصير املط زيد عشان ابكي الله يا الله الله ما احس عشان ابكي شوي لو اقوم طار تكفى يعني انت لو تفتح دريشه على الطريق ابريل طار جنبك فلا اكثر تدري ذاك اليوم غسل وجهه مرتين بيوضي غسل وجهي طار جنبك علي سقط صابون يقولون من جنتل 80 إلى جنتل 90 ما توفى عشان يروح يشنبه يا علي ما أقدر يقول الرياح الشديدة بمزحمية أخذت نص جنب لا بس أبشرك مطر أمس كان كويس جاب بعض الأتربة وثبتها يا كرم شنبه عادي كلنا من تراب عليك ما تبلش والله التراب في وجهك سكت ونطق دهر ما تحملت الدق يا عبا حدد شنبه بسنانه اشوف على بالك هذا تقويم ترى منشطره شنانه ذاك اليوم فك سبرنت هو رشيد يتسابقون طاح الجزء اليسار شنب هذا هو مناط عرفت طير الشنب استغفر الله هذه ضحكتي تخلي الشماط تدب ما شاء الله تستشور بعد يا ضحك ايش بيك رد عليه ايش بيك انت ايش بيك ايش بيك انت الحين استغفر الله علمك هذا طيب والله قصر شنبه ليس شنبه قصر راح شنبه يا شنبك راح وقف يا علي ابغى عطنا عطنا على شنبه بالله فك بالله لا تنزله تحت ايش دعوه ترى مو سداره خله زر راح ترى تروش ذهبت باجري ذا الليل الله يحسن ترى تروش مرتين بالاسبوع اما الثالث يطير شنب اضحك 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 ايوه خلاص يا حبك يا بودي تدري ايش زين الوضع؟ يقول شعرك ناعم ايش تحط عليه انت؟ تدري ايش زين الوضع؟ شنب ضد قشره ولا ايش؟
اي اضحك اضحك شو ما هي والله فهمتها شلون بضدك ايش بعلمك نايم اجنبه احسبك انت كل شعرك هذا اللي يخليك في نص الطريق انت بمنه لا والله انا اضحك عشان تعرف عندي مصداقيه بالضحك اضحك العشي يضحك يا ولد انت حزين ولا ايش ايش حوجبك طاحت ايش فيها نزلت احس اني خطرك لا لا والله وش خبرك ساكت اضحك معنا عادي ايش فيك انت تسوي توصيله من شعر خشمك لشنبك ايش دخل يدك في الخشم ياك تعال في صار ينزل المعونه المعونه انقذني انقذني ايش ما يقول لا للاتربه هذا كيف عادي انا ودي افكر اسمع ايش يفكر هذا الحين ايش يقول هو قاعد يفكر في ذبه شوف الذبه الاولى انا اعطيكم نصيحه الذبه الاولى صعبه هي مغامره اذا لقحت الباقات تسترسل اذا شانت اصمل لين زين واذا شفتها شين شين اضحك لنفسك لا تدع يعني انت ضحك عادي ايه اهم شيء انك لا تقعد تفكر ترى اذا فكرت في ذبه طويل ترى خلاص تصير قصه حزينه ما تصير ذبه طيب ما ابغى ذب والله انك تفكر في ذبه يا تعبان والله انا ابي اسمع شنو تقول بس من كل ذباتك الشنب مرت يعني انت جبت انت وش كنت تسوي لها شو اسمه تسشوره تحدده انت تروح على القطار اي نفس الشيء ما تروح على القطار ولا لا رحت على القطار لا كويس ليه لا والله بس كويس لا والله زين ما في ابرين قطار الحمد لله انت قلت ليه قال لا هو بيقولها بيقولها لا والله ما والله لا عرفت قصده لا جاب لي شيء والله بس عرفت قصده والله ايش قصده قطار وسرعه وهواء افهم لا ما له شغل قطار من دريش كيفك شفت اني اسلك والله العظيم كيفك علمتك ليه تعال صدق انت من ابرين كيف جيت محيط هادي بر كيف جيت البحر انت ايش قلت اوه طقمي ذكر كل بر البداوة معليش سلم عادي هنا المحيط الهادي ازرق وكذا الله يسلم ما تكسحني امي تشوف تخيل امي تشوف تقول يا ولدي انا امي ترى تمدد على عمر الشاشه تقول كسحوك يا ابني تعال امي ما تقول ابني كذا يا ولدي امي الحين تشوف الشاشه تقول هذا يتكلم على ولدي انت تصدق المفروض ان اسمك الاعصار جاكم على شو الحين امي الحين تشوف تقول هذا يتكلم على مع ان اسمك المحيط الهادي اقسم بالله وفقت فيه بشكل غير طبيعي محيط من الغضب والهدا هو هادي حاليا بس الله يستر يدق المحيط زلف شوف والله لو سمى نفسه الاعصار لانه مستحيل تجي ابريم ما بعجتك عجه يا ولد ترى احسن لك لوجو بعدين اذا جت عندكم عجه ابريم قول انا محتوى خلوا على محتواك تكتب هذه وعد العجه ده والله سجل دخول اذا جاك عج جاكم الاعصار جاكم الاعصار والله تزبط لك حتى التصاميم خلاص والله والله العظيم انها زينه يا تعبان لا تفكري كذا طيب اسمع صميم تزبط بعد ها انت خلصت انت تسوق ها انت الحين تسوق اشوف ابو تسوق تسوق تمشي اسوق ايش؟ اسوقها يعني تبي اسوقها؟ لا انت تسوق موتر تمشي لا اذا تبي يقول ايثم تقول سقها؟ لا 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 والله والله هو يفكر في حواجب من يوم انا قاعد اشوفه يعدها بس لا والله العظيم والله العظيم امانه ايش؟ انت تسوق سيارتك وقت الرياض ها؟ كيف تشوف حواجب؟ جدول وين؟ الحارث من عباد اسمع اسمع الحارث من عباد من خيرة فرسان العرب ابو ظهير كان يقص حواجب ابو ظهير لقيته ترى وش انزل حواجب عشنبه يا ولد مستواك فاشل مستواك فاشل يعني انت سكت سكت لما جبت مخزة يا ولد هذا رفع ضغطي الحين حولها على اسمع 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 رماها الملعب ابو غير اذا حلق عند الحلاق وخرب شيء من شعره قدم في البيت خل من حواجبه كمل احسن من اللي ياخذ من الخشب احسن من اللي ياخذ من الخشب ترى ذبت عليه ترى يضيق عاد والله ما ضيق والله يا علي علي والله اني اذا هذه اللحظه انتظر اني يضحكني على حواجبه ما عين تعب كلهم يستهلكوا يا رجل قولوا لا اله الا الله احسك بتقابع الكروح عفيف في جبل ولا في سهل؟ لا فيها ضلعان ضلعان؟ اي فيها فيها حجبه تقدر تطير تصدق؟
بذنيك يقدر يحاول من ضلع هذه. تدري اني اقدر اسمع الفينيات قبل لا تقول اقدر اسمع. هذا سامع من عهد العباسيين ذا اسمع. طيب اقول لك شيء، تدري ليش ابو ظهر قصير؟ النص في حجام طويل. لا يا غبي، لو قلت ضغطتني كان احسن. والله لو قلت ضغطتني كان احسن غبي. غبي والله ما ارجع لك اياها. ذمتك على ابو احسن؟ لا قصير يا حجار ضغطتني. سامجي ولكم على جلستنا تشمات. يا قصير والله بحواجب. لا والله لو ضغطتني كذا تحت احسن. لا نائب نزلت طولك بحواجب، تربي رزقك طول بحواجب. انا اقول ليش مربي شعر طويل مسوي ذيل طايره على ذنيك ذي. لا ضحك لا ضحك لا والله دقيقه اسمع دقيقه. لا اسمع دقيقه دقيقه. طيب اسمعني اسمعني انت الحين يا اخي، تعرف مستر بوغس؟ ماني بعرف. طيب اسمع مستر بوغس عادي والله اني ضحكت على الذبه الاولى والله اني ضحك عادي ودبيت على عمري. لا 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 تعطيه اسمع سبب عليه بعد. والله 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 سددتك والله صدق وجهك ماخذ من حضاره ابريل مغبر. اي والله ماخذ من ابريل. اي والله ماخذ وجهي سر جدا يبي صعدها الله لا يوفقه. نفسك قبل شوي رميتها له ابن عباد ما اعرفه من طرف الكفار رميتها له هناك انت. اي والله انا جاي من تراب ابريل طال عمرك. اللي مش على هذول كله. ايش؟ ايش المعلومة الجديدة هذه؟ ايش قلت؟ قال جايك من ابرين التراب اللي مشوا عليه اهل ابرين كلهم يعني ما بيمشون عليه يعني اهل فرانسيسكو. شفت شفت يهود يحاول انه يحطنا مخالف يا اخي طلعك شفت انكم اغبياء مع احترامي لكم. هذا ابرين؟ لا تعقب انتم ها؟ انتم طيب تعال تعال حط والله ذبتك حلوة بس لو انك وزنتها شوي في واحدة احسن. تبي اوزن لك واحدة طاهرة؟ اي والله والله تكفى اقسم بالله الناس تجيب ذبات دائما عادي. الله يقطعك انا ما توضحك والله لو كنت قلت يعني دخلت لي مع واحد في التيك توك يا ريدي متنمر درجه اولى قبل ما ادخل معه بيوم شايف له مقطع اكسبلور ما اعرفه بس عرفته من المقطع ذا يولد استلم له ثلاثه كلهم في قست او اربع ثلاثه جلدهم ويضحكون على انفسهم والجلد احيانا يكون يا ولد مخجل. اي مخجل كله تنمر تنمر. والمدخل شفته جاني يعني جاني طلب من واحد وقبلت له ذا معنا اول ما ذا قدمت الحواجبي على طبق قلت يلا بخطك شيء يلا قول بالحين بسرعه اذرني دخلت عليه وهو منافس ما له خلق ولا تنمر شيء بدي اسوي له بلوك ترى استغفر الله يعني خلاص لعبتي والله لعبتي شفت تك تك ترى بس اني اليوم دخلت جنتل عقلت احترمت نفسي تدري ما اكثر ولا قبل والله ان لساني دبات دب ورا دب صلخ شوف الدبات اللي على التمون عليهم حلوه حلوه بس ما يفلق فيها ايه. شفت اهل دنتل شفتها على دنتك على تيك توك ما عاد نجح فيهم ولا اللي لسانه وسخ لا خليك من والله صدق تكلم جد والله ما عاد نجح على لسانه وسخ ولا اللي كلامه سفلي ولا انت تصير يعني عندك شوي اخراج ما تنجح ما حبك الجمهور حبك جمهورك اللي يعرفك لكن المشاهدات العاليه والتيك توك اللي ضارب ما يجونك ليه؟ لانك ما تعمقت انت في المجتمع المجتمع اكثر مشاهيره ولا اقول هالكلام ان شاء الله ازكي على نفسي على الله ازكيكم اكثر مشاهيره مدبرين اما اغتروا بمال او اغتروا بنساء العاقل اللي كان محافظ اصبح ايش؟ داج صح؟ حتى يعني ها؟ لا ما اتكلم لك سحور وين ما في نزلوه في المجلس نزلوه يوم جيتكم المجلس وين؟ في خلاص ما اقدر الا 40 دقيقة صاد مشينا 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 والله مشينا مشينا لذا روح تبي شيء بغير لا والله انت سحرت انا متسحر والله صاد متعشي الساعة 11 وشوي بيك
الله يطول عمرك على خشم هذه من دون ما تقدم راسك راسك على خشم هذا الله يرحمه قدرك طول عمرك تبي الصدق ما ايش ما تضحك دباتك على شنيدي ترى قهرتني ها صادق راسي راسي قهرتني وساكت اقوم ابدب على الحواجب الحين لان الحين وش الهجمه اللي كانت كذا عرفت كنت خلها لين تصير مرتده ثم ارد على حواجبه اجمع الافكار لذلك انا كشفت لي اربع دبات بس والله كلام هاشم وانت كلها حقت فيها دخول قول ليش ما طلت مظهر حواجبك ضغطتك رايق ليش ما فكيت تقويمك انت الحين؟ بشيطه شنبي لا احتمال يروح شنبك مع غلطه كيف؟ هو لا سحب التقويم بيش بطشنا ما ضحك زوز قول ليش انا هذا ما فكيت تقويم الحين؟ احتمال جيت ساقط وشنب بيضحك شو بيضحك الغبي؟ لا طيب راح تزعل روح روح يا علي عيال روح تكفى والله عورتك اقسم بالله عورتك طيب تبي شيء سلام كبك الحركه هذه الكاميرا اي بالله جيب لي تكفى جيب لي حمضيات ولا بيبسي ولا وين احنا رايحين نروح نتعشى تروح البخاري ذا انت سولف على الكاميرا ذي انا هذه ولا تك تك ذي ذي اعطيك من العيش انا سولف عليها اجاني اجاني اعطهم حديث الاغوال اللي 27 لا اعطيهم فاصل اعلاني وين العيال نايف رفيدي دول نايف عنده شيء صح تكفى ابو ظهير تكفى لا تنسى اعطني حمضيات ولا بيبسي عندك حمضيات لا لا حار وين يا وليد 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 يمدينا قبل هذا ولا ايه او لا يمديني اعطيهم طيب اول شيء الله يغفر لنا ذنبنا وذنوبكم يجمعنا وياكم مع من تحبون في جنات النعيم يا ربي يا كريم ما عندنا الا ما قال الله وقال الرسول في هذا السحر في هذا الوقت الفضيل